English now, grade 4, first term, unit 2, welcome back, welcome back, lessons 3 and 4, making questions in the past simple, making questions in the past simple. نعمل كده أولاد سؤال في زمن ال past simple tense. خد بالك ركز معايا، احنا عايزين نفتكر مع بعض. We remember with me. We remember what? Question form، تكوين السؤال. كنا بنقول ايه؟ Question word helping verb subject main verb plus question mark. عندي خمس اجزاء عشان اعمل سؤال. خلاص كده هوت. تاني يا ولاد، question word helping verb subject main verb plus question mark. Examples. Number one. The children went to the zoo yesterday. The children went to the zoo yesterday. طيب ايه اللي حضرتك مطلوب مني؟ لو سمحت انا عايزة اعمل سؤال. Use where. Use where. Where is a question word asks about. Asks about what? Excellent. Asks about place. فين المكان بتاعي اللي احنا اتفقنا مع بعض مش هستخدمه في الإجابة؟ Excellent. سمعاك أولاد. To the zoo. يبقى احنا كده هوت خدنا to the zoo. الأنصر بتاعتنا، الإجابة بتاعتنا، لأنا مش هينفع استخدمها في تكوين السؤال. طيب اتفقنا مع بعض عشان نعمل سؤال. The first one question word. Question word where. Where. طيب where. Helping verb. خد بالك كده، ركز معايا. احنا لما جينا نعمل سؤال قبل كده قلنا ايه؟ قلنا الهيلبنج فيرب ده عبارة عن فعل مساعد. ليه؟ بيساعدني علشان احدد زمن الاجابة بتاعتي، عشان احدد شكل الفيرب بتاعي. طيب هنا where is the verb؟ Excellent. Went. Went verb is in the past. الفعل بتاعي في زمن الماضي. طيب when our verb is in the past I use helping verb did. Where did؟ لما يكون يا ولاد الفعل بتاعي في زمن الماضي انا بستخدم helping verb what؟ helping verb did. فقلت له where did. Question word helping verb subject. What is the subject؟ Excellent. The children. Where did the children? Where did the children? Question word, helping verb, subject, main verb. ايه ده ميس؟ حضرتك كتبتي go. Go? No. Our verb is want. No. خد بالك كده معايا، انا استخدمت helping verb what؟ استخدمت did. خدت ال helping verb بتاعي did. نقول تاني يا ولاد. Do. Does. Did. أي واحد في الهيلبنج فيربس بتوعي دول do, does, did plus verb infinitive. سواء استخدمت do أو does أو did لازم بعديهم يكون الفعل في المصدر. فقلت له where did the children go? Go yesterday. Yesterday. اتفقنا مع بعض كده خلص السؤال؟ No. ها فاضل حاجة. Excellent. Question mark. Where did the children go yesterday? خلاص كده ولاد، تعالوا كده نراجع مع بعض. يبقى أنا عملت إيه؟ أول حاجة الـ question word بتاعتي where. Helping verb did. Helping verb in the past because I use went in the sentence. أنا استخدمت went في الجملة بتاعتي، عشان كده لازم أستخدم helping verb did. Where question word did helping verb subject the children main verb go yesterday and question mark. Number two. Make questions number two. We played many games. قال لي I use what. What. What the meaning of what? ما أو ماذا. أنا هنا عايز أسأل على إيه؟ What على الميني جيمز.
هقول ايه اول حاجة الكويستشن وورد اللي عندي what. طيب انا قلت عايزه على الميني جيمز، فطبعا ايه احطها بين مستطيل واقول what، وبعد what انا بستخدم ايه الهيلبنج فيرب. هنا بلايد فيها ايه ايدي، اذا بلايد ان ذا ايه ان ذا باست سامبل، يبقى انا هستخدم الهيلبنج فيرب بتاعتي ان ذا باست سامبل ايه ديد. طيب بعد ديد عامل ايه؟ هدور على السبجكت اللي عندي، بيقول وي بلايد، هتقول ايه؟ وي هتتقلب تبقى يو، انا بسألكم انتوا، فاقول وات ديد يو. تمام. بعد كده هستخدم ايه عندي المين فيرب، وير از ذا مين فيرب؟ اكسلنت بلايد. طيب بلايد هتكون في ال هتكون ان انفينيتيف ايه بلاي، طبعا هشيل الايه الاي دي اللي هي بتبين زمن الجمله ان ذا باست، يبقى اقول وات ديد يو بلاي، وما انساش في الاخر الكويشن مارك. يبقى ناخد بالنا مع بعض كده اولاد، انا عندي تو سبجكتس، تو سبجكتس وين اي وانت اسك اباوت ذم اه يوز يو. انا عندي اي وعندي وي، لما بحب اسال او احطهم في السؤال بتاعي بستخدم بدل منهم ايه؟ اه بستخدم بدل منهم يو. يو دي معناها انت ومعناها انتم، فقلت لك وات ديد يو بلاي اور. ايه ده، ممكن استخدم سؤال تاني غير السؤال انا عملته ده؟ اه طبعا ممكن اعمل سؤال تاني. طب هقول له ايه؟ اتفقنا مع بعض قبل كده وات، تسال حاجه من اتنين، يا اما غير عاقل يا اما الفيرب الفعل بتاعي. طب انا لما هسال عن الفعل بص كده هقول له ايه؟ وات ديد يو، وات ديد يو دو. اه سالت عن الفيرب اللي هو بيعمله، سالت عن الفعل الحاجه اللي هو بيعملها، عوضت عن المين فيرب في الجملة بتاعتي نوت او في تكوين السؤال بتاعي هنا بكلمة ايه؟ ديد. هما بيعملوا ايه او انتوا بتعملوا ايه؟ فقلت لكم وات ديد يو دو، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا عملتم ايه؟ وات ديد يو دو. نمبر 3 I traveled to Paris by plane. Use how. How question word. Ask is about. Ask is about what. Excellent. By plane. اه سألتني عن الوسيلة بتاعتي، عن وسيلة المواصلات. هي ممكن تسألني عن الحال او عن الوسيلة، فهنا سألتني عن by plane، يبقى انا هحط كده by plane جوه مستطيل بتاعي وهقول ان هي دي الاجابة بتاعتي. طب هسأل اقول له ايه؟ how. How what. How did. جبنا منين ديد؟ اه الفيرب، فيرب از ان ذا باست، الفعل بتاعنا في الماضي، يبقى انا هستخدم هيلبنج فيرب ديد. هاو ديد يو، هاو ديد يو، هيلبنج فيرب ديد هعمل ماله؟ اه اتفقنا ان لازم يجي وراه فيرب انفينيتيف. هاو ديد يو ترافل تو باريس، وما ننساش في الاخر كويستشن مارك. Number 4 نوها slept at 9 o'clock. قال لي عايز استخدم وين. طب وين دي بتستخدم في ايه؟ لما بعبر عن التايم. فين هنا التايم اللي عندي؟ at 9 o'clock. بقول نوها slept، نامت at 9 o'clock في الساعة 9. وين؟ متى؟ طبعا الاجابة بتاعتي هنا هتكون ايه؟ at 9 o'clock. يبقى لازم اعلم على 9 at 9 o'clock. يبقى أول حاجة هستخدم الكويستشن وورد اللي عندي اللي هي when، وبعد when طبعا helping verb. طيب slept ديت هي كده in the infinitive؟ لا طبعا، دي فين؟ في زمن الباست سامبل. sleep بتبقى في in the past slept، يبقى هتكون الهيلبنج فيرب بتاعتي in the past did، يبقى أقول when did. when did what؟ طبعا أشوف السبجكت اللي عندي، فين السبجكت اللي عندي؟ نوها، يبقى أقول when did نوها وسلبت in the past، هتكون in the infinitive ايه زي ما قلنا لسه دلوقتي sleep، يبقى when did Noah sleep، وطبعا ما نساش في الاخر الquestion mark. Number 5 علي caught fish last Friday. علي caught fish last Friday. Use who. Remember with me
who is a Christian word ask about person. In this word, in this sentence, who ask about علي, بتسأل عن علي. يبقى معنى كده ان الإجابة بتاعتي هي كلمة علي. يبقى انا هقول له ايه؟ هو. طيب استنى، اتفقنا مع بعض انه هو كسر القاعدة بتاعتي لما بتسأل عن السبجكت، لما بتسأل عن الفاعل. يبقى هقول له ايه؟ هو caught fish last Friday. هو caught fish last Friday. يبقى in the past simple tense when I ask the subject, when I ask the noun, I put who plus caught. Who caught? Who plus verb in the past? Who caught fish last Friday? The question form in the past simple tense. هنشوف تكوين ال question، السؤال اللي عندي في زمن الماضي البسيط. قلنا أول حاجة إيه؟ A question word plus helping verb. كان إيه ال helping verb عندي in the past؟ Did. طبعاً أول ما بلاقي سواء regular اللي بيكون آخره D أو ED أو IED، أو يكون الفيرب عندي in irregular زي ما إحنا عارفينهم، بعرف على طول اللي هو في زمن إيه؟ ال past simple. فيكون ال helping verb بتاعي إيه؟ Did. Plus إيه؟ Plus subject plus verb in inventive، لازم يكون في المصدر. واخر حاجة ما نساهاش ال question mark. Exercise me questions. Number one، علي played football in the club. Use where. برافو عليكم ولاد شطار. قال لي يا ميس استني، where بتسأل عن المكان، يبقى انا هاجي على in the club. It's my answer. دي الإجابة بتاعتي، هشطب كده عليها، حطها جوه مربع عشان ما استخدمهاش في تكوين السؤال. تعال نرجع مع بعض. Question word helping verb subject main verb. طيب question word where. ها excellent. Where did. Why you use did? Because the verb is in the past. Where did. Question word helping verb subject where did. Excellent. Where did Ali. Where did Ali what? Main verb. Verb infinitive. Where did Ali play football. Where did Ali play football. Excellent. Bravo عليكم. افتكرنا ان في الاخر في question mark. Number two. Hisham caught fish yesterday. بص كده بقى، انا هستناك انت تقولي سؤال على بعضه. اوكي ها هتجاوب كده وتقولي ايه؟ طبعا اول ما بنيجي نسال عن هو بنسال عن البيرسون. وير ذا بيرسون ان ذيس سنتنس. طبعا هشام. فطبعا هنحط دايره او هنحطها كده في مربع عشان عارف هنعرف اللي هو دوت ايه الانسر بتاعتي. فاحط اول حاجه كويسن مور وهو، وبعد كده بكتب ايه بقيه الجمله. يبقى اقول هو كوت فيش يسترداي، وفي الاخر طبعا ما انساش الكويشن مارك. يبقى الاجابه هتكون ايه؟ هشام كوت فيش يسترداي. نمبر 3. I had eggs and cheese for breakfast. I had eggs and cheese for breakfast. What خد بالك، اتفقنا مع بعض what تسأل عن حاجتين، يا إما تسألني عن غير العاقل، يعني ممكن أسأل عن eggs and cheese، ممكن تسأل عن الفيرب اللي هو had. تعالوا كده نشوف مع بعض. طب احنا نستخدم مين فيهم؟ جميل، أنا دلوقتي يا ميس هسأل عن غير العاقل eggs and cheese. طب هقول ايه؟ هقول what. Excellent. What did. Why you use did. Excellent. Because our verb is in the past. What did. What did you. What did you have. What did you have. خلص الكلام؟ No. For breakfast. What did you have for breakfast. What did you have for breakfast. دولت ايه على الفطار بتاعك.
يبقى هنا هوت question word helping verb subject main verb and question mark making yes or no questions in the past simple. يعني ايه؟ هنشوف الأسئلة اللي بنجاوب عليها with a yes or no. Examples number one, yes I made my bed. قال لي هنا ايه؟ use did. يبقى ال question word اللي عندي did هتبقى meaning of ايه؟ هتبقى ال meaning بتاعت هل. يبقى انا كأني بسأل بايه؟ بهل. طيب انا لما اجي اسأل بدي ده هتكون اكيد ايه الاجابة؟ yes. يبقى يس اكيد دي الاجابة بتاعتي، فما ينفعش اللي انا احطها في السؤال. هبدأ الكويشن وورد بتاعتي بديد، وبعد كده السبجكت. السبجكت طبعا اي، لما اجي اسأل هيكون ايه؟ يو. يبقى اقول ديد يو. طيب ميد ينفع انزل ميد زي ما هي؟ لا طبعا، لازم احطها ايه؟ ان انفينيتيف، لان احنا قلنا لما بنكون في النيجاتيف اور كويشن لازم يكون الفيرب في المصدر. طيب ماي بيد انا هقول سريري انا ولا اقول ايه؟ يور بيد سريرك انت. يبقى لازم ماي هتتحول تبقى يور. يبقى اقول ديد يو ميك يور بيد؟ هقول ايه؟ يس اي ميد ماي بيد. وما انساش في الاخر الكويشن مارك. نمبر 2 يس شي لسن تو يور سونجز. Yes, she listened to your songs. Use did. Okay. يبقى أنا هقول did she listen. استخدمنا هنا هو did، وقلنا did لما هستخدمها لازم الفيرب اللي هيجي بعدها يكون infinitive. فقلت did she listen to my song؟ أنا اللي كنت بسأل يا أولاد. فقلت إيه؟ قلت did she listen to my song؟ هي سمعت الأغنية بتاعتي؟ حد جاوب عليا قال لي yes she listened to your song. أيوة هي سمعت الأغنية بتاعتك. يبقى خد بالك the first example، أول مثال كانت الجملة بتاعتي فيها my bed سريري، أنا لما جيت أعمل سؤال فقلت له your bed. Number two قال your song، لما جيت اعمل سؤال فقلت my song. Number three no she didn't sleep well. No she didn't sleep well. Use did. هقول له ايه؟ هقول له did she sleep well. Did she sleep well؟ قال no she didn't sleep well. عملنا ايه يا ولاد؟ did subject، استخدمنا did على ان هي الهيلبنج فيرب بتاعنا انا بستخدمه في تكوين السؤال اللي بجابته بيس اور نو. بعدين subject بتاعي اللي هو she plus verb infinitive sleep. خدنا ليه الفيرب في المصدر؟ لان انا عندي did، يبقى انا هقول له did she sleep well، وما ننساش في الاخر question mark. Number 4 no I didn't catch fish. قال لي برضو use did. هعمل ايه؟ طبعا لما اجي اسأل هشوف الاجابة بتاعتي طبعا no، وطبعا لما باجي اقول no لازم اقول في الاجابة didn't. ف no و didn't دي في الاجابة بتاعتي احذفهم، مش هنزلهم في الكويشن بتاعي. طيب تعالوا كده بقى نبدأ الكويشن بتاعنا. اول حاجة ايه؟ did، وبعد did بشوف السبجكت بتاعي. طبعا السبجكت I بيبقى في السؤال ايه؟ you انت. وبعد كده الفيرب ان انفينيتيف في المصدر، وبعد كده بقيه الجمله والكويشن مارك. يبقى did you catch fish؟ هقول ايه؟ no I didn't catch fish. grammar yes or no questions in the past simple. تعالوا كده نشوف يا اولاد الفورم بتاعنا. did subject plus verb infinitive، في الاخر خالص لازم نحط question mark. did subject plus verb infinitive، وفي الاخر question mark. exercise do as shown. number one do you drink coffee yesterday؟ do you drink coffee yesterday؟ correct. ايه ده؟ ليه غلط يا اولاد؟ do you
مظبوط جدا يا ميس. السبجكت بتاعي يو ممكن استخدم معاه دو. نو in this sentence there is year yesterday. موجود عندي كلمة yesterday. Yesterday keyword is used in the past simple tense. يبقى انا ما ينفعش استخدم دو يا ولاد. امال استخدم مين؟ excellent did. فهقول له did you drink coffee yesterday. صلحنا دو وخدنا بدلها did. number 2 Did she read the story؟ بعد كده question mark. طيب هي reads هنا غلط ليه؟ هنا بسأل في الماضي. ليه عرفت اللي هو في الماضي in the past؟ عشان هنا بسأل بيها بأول حاجة الـ helping verb بتاعها did. طيب هي reads ديت in the past or in the present؟ لا in the present فيها s. طيب أنا عايزة أخليها في الماضي هتبقى reads or read؟ excellent هتبقى read. يبقى أنا أقول Did she read the story؟ أخليها in infinitive. يبقى Did she read the story؟ بعد كده question mark. Rewrite. Number one. No, Rami didn't go to the park. No, Rami didn't go to the park. Use did. احنا اتفقنا مع بعض ريرايت. يعني هو بيقول لي انت عامل حضرتك بقى جمله من اول وجديد خالص وجايب لي اجابه لسؤال. بيقول لي لو سمحت استخدم كلمه جديد. عايز انا اعمل السؤال تفتكروا هقول له ايه؟ اكسلنت برافو عليكم سامعاك يا اولاد. هقول له ايه؟ ديد رامي جو تو ذا بارك. ديد رامي جو تو ذا بارك. الاجابه عليا نو رامي ديدنت جو تو ذا بارك. خد بالك بس معايا كده يا اولاد. احنا كنا متفقين زمان ممكن انا اعوض عن رامي بهي سبجكت بتاعي مفيش مشكله. ممكن اكتب رامي وممكن اكتب بروناون بدل من رامي احط هي. بس خد بالك لما انا اكون بعمل سؤال والاجابه بتاعتي موجود فيها رامي فانا محتاج انا كمان وانا بكون السؤال اعمل ايه؟ هكتب كلمه رامي. فقلت له ايه؟ Did Rami go to the park؟ نمبر 2 Yes I wrote a letter. Yes, I wrote a letter. طيب use did. هقول له ايه؟ Did you write a letter? Did you write a letter? فقال لي yes, I wrote a letter. خد بالك عشان انا سالته بديد هو لما جاي يجاوب عليا استخدم ايه؟ استخدم wrote verb in the past. يبقى معنى كده Did you write a letter؟ كتبت الجواب؟ فقال له Yes, I write a letter. Question for the valedictorian. سؤال متفوقين. تعالوا كده أولاد مع بعض. Rewrite. Mona studied yesterday. Mona studied yesterday. Use what?